الحدث. ما الذي يحدث في طرابلس الآن بعد سنوات من الضياع تحت عباءة السراج؟ هم الليبيون الآن يخرجون ويهتفون من ضنك العيش وضيق الحال وضيق ذات اليد أيضا في طرابلس. نحتاج إلى معلومات أوفى وتحليلك لما يحدث في طرابلس ولأي مساحة ربما سيصل. تفضل. مساء الخير لكم جميعا. طبعا شاهدنا اليوم مظاهرات شباب ونساء خرجنا أو خرجوا هؤلاء الناس من أجل المطالبة بحقوق مشروعة، حقوق بسيطة تتمثل في الكهرباء وتتمثل في السيولة، ويعبرون عن الوضع المزري، الأوضاع السيئة التي تعيشها مدينة طرابلس من نقص في الخدمات، انتشار القمامة، كذلك انتشار ربما بعض انتشار الأوبية منها كورونا. وخرجوا وواجهوهم بالرصاص الحي، شاهدنا صور تداولها بعض النشطاء، صور مرتزق سوري أطلق الرصاص الحي على متظاهرين داخل مدينة طرابلس. وعندما حاول الشباب القبض على هذا السوري بعد أن أفدت ذخيرته، تدخلت ميليشيات الردع وأنقذته منهم وتم تهريبه. هذا مرتزق سوري جاء ليطلق الرصاص على أناس ليبيين خرجوا للشارع للمطالبة بحقوق مشروعة، بحقوق يضمنها ويكفلها تكفلها كل القوانين، قوبلوا بالرصاص الحي. إذن نحن نشهد أن يعني نشاهد بأن مدينة طرابلس، ونؤكد كما أكدنا في السابق من سنوات سابقة، إنها مدينة محتلة من ميليشيات لا أخلاق لهم ولا رادع لهم ولا قانون يحمي المواطن أو يحمي الناس. المظاهرات ممنوعة، أي مواطن يخرج للتعبير عن رأيه داخل مدينة طرابلس من سوء أو تردي الأحوال المعيشية. هم يا سيدي لم يطالبوا بإخراج المرتزقة، ولم يطالبوا بفك سلاح الميليشيات، هم طالبوا فقط بتحسين أوضاعهم المعيشية من الكهرباء للعاصمة طرابلس. يعني ينقطع عليها التيار الكهربائي بالعشرين ساعة ربما باليوم باليومين، لا كهرباء في ظل فصل صيف حار. إذن ناس بسطاء خرجوا، رأينا ميليشيات تتصدى لهم بالرصاص، وكدنا أن نشاهد غرغور أخرى لأن هذا رصاص حي. يعني الله، يعني هذا المرتزق السوري استطاع مثلا ان يطلق الرصاص بدقه وبحنكه، فسوف نشاهد غرغور اخرى وسوف نشاهد قتل اخرين، وتنتهي هذه الجرائم بدون تحقيق، بدون اجراءات قانونيه، لان لا يوجد اجهزه شرطيه او شرطه داخل مدينه طرابلس تكفل حقوق الناس، تتخذ الاجراءات القانونيه. اين الشرطه واين الامن؟ واين يتبجحون علينا بأنهم دولة مدنية وبأنهم دولة ديمقراطية وبأنهم سوف يعملون على وقف إطلاق النار السفرة، ولكن نحن اليوم رأينا رصاص حي في مواجهة مواطن، يعني مواجهة مواطن بسيط خرج من بيته للمطالبة بحقوقه المنهوبة. طيب سيد العربي، حضرتك رجعت بنا إلى مجزرة غرغور، وتوقعت أن ما يحصل الآن هو نسخة لما حصل سابقا، يعني هل تتوقع أن الشارع الطرابلسي سوف يصمت؟ هو صمت عن غرغور بعد محاولات، هل تعتقد أنه سيصمت إذ حدث هذا التواجز؟ هو الآن حادث يعني قاعد، والبعض يقول أن الأمور في طرابلس لن تسير إلى التهدئة، ونحن نتمنى التهدئة طبعا حفاظا على سلامة الناس يعني من الميليشيات. هل الشارع الطرابلسي سيصمت عن سلوك هذه الميليشيات وجلب المرتزقة وضنك العيش الذي يعيشونه من أموالهم التي تعطى للمرتزقة السوريون بالدولار، والمواطن الليبي موجود في منزله وقاعد مع الظروف التي يعاني منها من كورونا ويعاني الفاقة والحاجة أيضا؟ الشارع الطرابلسي سيدي الكريم دائما كان في الموعد. يعني شاهدنا في سنوات سابقة من 2014-2015 سنوات سابقة دائما الشباب يخرجون في مظاهرات، ولكن للأسف الشديد تتصدى لهم هذه الميليشيات. نتج عنها مذبحة غرغور، وهي يعني خرجوا شباب في ذلك الوقت لا للتمديد، يعني حاملين شعار مدني لا للتمديد، لتمديد المؤتمر الوطني، جوبهم بالرصاص، ورأينا شهداء يعني لحد الآن نذكر أسماءهم وموجودة يعرف الشارع الطرابلسي. الآن المواطن في طرابلس متخوف، ونحن يعني نتمنى السلامة لكل الناس في طرابلس، وأنا شخصيا بدت يعني أقول أنا مع عدم الخروج،
فعلا مع عدم الخروج، لان لا يوجد هناك حمايه للمتظاهرين، لا يوجد هناك ضمانات، لا يوجد هناك اي شيء. مواطن يخرج للشارع لا يدري، ربما يقتنصه قناص هكذا. اذا الوضع خطير في طرابلس، وخطوره الامر ايضا على المواطنين. المواطن يريد ان يخرج في المظاهرات، يريد ان يعبر عن رايه، يريد ان يخرج ضد الفساد وضد المفسدين، حكومه الصخيرات وما جلبته من مرتزقه والاموال المنهوبه. تصور مرتزق يتقاضى في 2000 دولار شهريا، بينما المواطن الليبي لا يحصل على اي شيء، لا يحصل على ابسط الحقوق، المرتب لا يحصل عليه ابدا، سيوله ما فيش، ازمه ماليه خانقه. ولكن المواطن الليبي عندما يخرج سوف تتصدى له الميليشيات، هذا دليل صارخ على ان مدينه طرابلس محتله من قبل ميليشيات. ايضا يقودنا الامر الى التوجه بسؤال، اين البعثه؟ اين بعثه الامم المتحده التي تخرج علينا في بيانات وتتشدق بالديمقراطيه وتتشدق بالدوله المدنيه وتتشدق بحمايه المواطنين وحمايه الناس؟ رايناها تخرج ببيان وتقول لا يجب محاكمه المجرمين ما قبل 2016. تصور يريدون اسقاط جريمه غرغور، ويريدون اسقاط كل الجرائم التي حصلت في بعض المدن الليبيه، ويقولون سوف يتم التحقيق من 2016 فقط. هذه بعثه الامم المتحده تعمل مع ميليشيات بشكل واضح. اين هم اليوم؟ لم نشاهد لهم اي بيان، ولم نشاهد لهم اي تنديد. اين المنظمات الحقوقيه التي تدعي الديمقراطيه من داخل مدينه طرابلس؟ عندما كان الجيش على تخوم مدينه طرابلس يخرج علينا بعض النشطاء ويسمون انفسهم النشطاء المدنيين ضد عسكره الدوله. نحن راينا اليوم عسكرة حقيقية في شارع طرابلس، عسكريين مرتزقة يطلقون الرصاص للناس. أتمنى السلامة للجميع. نعم، شكرا جزيلا لك بطبيعة الحال السيد العربي الورفلي المحلل السياسي، كنت معي عبر الهاتف من باريس.